أذهب إليك دكتور محمد صلاح، يعني أتحدث هنا وفقا لاستقرائنا لما يحدث في شمال قطاع غزة، ما الذي يهدف إليه الاحتلال من هذه الممارسات والاستهدافات المتكررة والتي يتضح أنها متعمدة؟ دعنا نكرر ما نقوله منذ أحداث 7 أكتوبر في العام الماضي. نتنياهو، الجيش الإسرائيلي، الولايات المتحدة الأمريكية هم مجموعة من المشتركين المجرمين المشتركين في المجازر التي تحدث في قطاع غزة. ربما يصوت رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي نتنياهو ما يجري على الأرض من تدمير وقتل واستهداف السبار وغيره من أنه يحقق النصر الإسرائيلي. الحقيقة هو لا يحقق أي نصر بأي شكل من الأشكال، لأنه الحروب أو المعدلات القتل والاستهداف والتدمير قد تؤدي إلى أن إسرائيل تهدى قليلا، ولكن هذا الأمر على المدى الطويل وربما القصير القريب سوف يعني يخلق أجيالا من المقاومين للاحتلال الإسرائيلي أكثر عنفا وشراسة. هؤلاء الذين يشاهدوا الإجرام الإسرائيلي الآن لن يخافوا. المواطن الفلسطيني في قطاع غزة لم تعد لديه الروح غالية بالشكل التي يخفيها أو يزول بها عن الدفاع الأرضي أو مواجهة الاحتلال. ومن هنا الاحتلال الإسرائيلي، الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولين الأمريكيين هم مشتركون في عدم فهم القضية بشكل أو بآخر، عدم إدراك أن الحل ليس بقدرات زيادة لقوات جيش الاحتلال ودعمها بقنابل وصواريخ وتعويضها عن المتفجرات التي تقوم باستخدامها في هدم قطاع غزة ومرافقه. المفترض أن هناك حل سياسي، المفترض أن هذا الحل السياسي هو الحل الناجع والناجح، إعادة استقرار إلى منطقة الشرق الأوسط. ولكن ربما يكون الأمر بشكل أو بآخر حاليا بشكل مجرد يقول أن هناك زيادة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، طبيعي لأنه ده جيش منظم، جيش معد من أكثر جيوش العالم اقتناء معدات عسكرية وأدوات وما إلى ذلك، إضافة إلى الدعم الذي يلقاه، الدعم الذي بلا حدود يلقاه الجيش الاحتلال الإسرائيلي من الولايات المتحدة الأمريكية، من دول أوروبا، من كثير من الدول المتعاطفة. وبالتالي طبيعي أن تقوم قوات الطائرات الإسرائيلية بهدم أجزاء في غزة، طبيعي أن تقوم القوى الغاشمة باغتيال أو بقتل ما يقرب من 150 ألف جريح ومصاب أو شهيد ومصاب حتى هذه اللحظة، إضافة إلى آلاف المنازل التي هدمت، إضافة إلى المفقودين وإلى كشف الخسائر. هذا الأمر إذا هم يحسبوه بحسابات المكسب والخسارة هم أغبياء، لأنه هذا الأمر قد يكون بشكل مؤقت حسبة تحسب في إطار أن احنا أدبنا من قد يعني تمكنوا من الدخول إلى الداخل الإسرائيلي وارتكاب أحداث 7 أكتوبر واستهدفنا السنوار وهنية وفلان وعلان. هذه أجيال تسلب أجيال ولن يمحو العنف، العنف لن يمحو العنف، لابد أن يكون هناك حل سياسي.